أصدقائي المشاهدين، مساء الخير. غادي نكملوا السلسلة ديالنا على المجاءات والأوبئة في تاريخ المغرب. غادي نتكلموا على المجاءة الكبيرة، المجاءة ديال نهاية القرن الثامن عشر سنة 1776 حتى 82، شدات شي 6 سنين والجوع كيضرب في المغرب. جات في الحكم ديال السلطان محمد الثالث اللي كيتعتبر واحد من أشهر السلاطين المغاربة ديال الدولة العلوية اللي تعرف كذلك بمحمد بن عبد الله. هذا السلطان هذا غير الشيء الكثير في السياسة ديال المغرب، وكان سبب في واحد الازدهار وواحد الرخاء والاستقرار اللي شهدوا المغرب من بعد تدهور والحاله المزريه اللي سبقات الحكم ديالو. قبل ما يحكم السلطان محمد الثالث سنه 1757، المغرب عاش 30 عام ديال الصراع بين العمامو او الاب ديالو وعمامو اللي هما ولاد مولاي اسماعيل مولاي عبد الله والى اخره اللي ذكرناهم في الحلقات السابقه. هاد 30 عام ديال الحرب والأهلية والصراع على الحكم كانت قاسية على المغرب، وتضاف لها المجاعات وتضاف لها الطاعون ديال منتصف القرن اللي ضرب 9 سنين. هاد الحالة استنزفات المغرب ديموغرافيا، مشاو النص ديال السكان، اقتصاديا، وكذلك على المستوى المعيشي وعلى المستوى الصورة ديالو الخارجية، واللي خلاته يكون تحت الأطماع ديال الأجانب. السلطان محمد الثالث قام بمجموعة من القرارات اللي هي صائبة، من بينها الانفتاح على الأجانب، بناء علاقات مع مختلف القوى الأجنبية، تصدير المبادلة التجارية، بناء مدينة الصويرة وقوة المرصة ديالها والمرصة ديال الفضالة اللي هي المحمدية حاليا، وكذلك قام بتحرير مدينة مزرقان اللي هي الجديدة حاليا، ودخل في معركة مع الفرنسيين في العرائش وانتصر عليهم. لما الصورة ديال المغرب، ما نساوش بأن اعترف بالولايات المتحدة، أول حاكم أو دولة كتعترف بالولايات المتحدة من اللي خدات الاستقلال ديالها من الإنجليز، ورفض أن يبني علاقة مع روسيا لأنها كانت في عداء مع الإمبراطورية العثمانية. كانت واحد المرحلة اللي هي مهمة. أهم قرار داره هو التصدير ديال الحبوب، هو اللي عنده علاقة مع هذه المجاعة هذه، وهو في الحقيقة قرار غير صائب تماما. كانوا دائما الفقهاء كيعارضوا التصدير ديال الحبوب، كانت هذه مسألة محرمة. التصدير ديال الطعام لبلاد النصارى أو لبلاد الكفر أو لبلاد العدو بلاد الحرب هو مسألة محظورة من قبل جميع الفقهاء في المغرب، بمبرر أنه غادي يقويوا النصارى باش يهاجمونا، بحال النصارى ما عندهمش طعام في بلادهم. المهم محمد الثالث غادي يقنع الفقهاء يصدروا فتوى مختلفة بجواز التصدير، بمبرر اننا غادي نستوردوا عندهم الذخائر الحربيه او لا الذخيره الحربيه عفوا والعتاد الحربي. هكذا بدا التصدير سنه 1765. هذه المرحله هذه غادي تشهد واحد يعني واحد النشاط زراعي خصوصا في الشاويه غادي تتخاد، لان المؤرخين كيسميوها الخزان ديال المغرب او الهري ديال المغرب، لان تنعرفوا الاراضي في منطقه الشاويه ودكالا انها اراضي خصبه وصالحه للزراعه وكتعطي واحد الغله الى اخره. محمد بن عبد الله شجع فيها الفلاحين باش يزرعوا اكثر، وهكذا بدا التصدير لاوروبا. سنه 1774 عندنا معطيات دقيقه. اسبانيا بوحدها صدر لها المغرب حوالي 40,000 طن من القمح فقط لإسبانيا، وتم تصدير يعني حوالي نص ديال هذه الكمية هذه للبرتغال وكذلك لفرنسا. فاش كنقولوا 40,000 أو 60,000 طن في القرن الثامن عشر فهي كمية كبيرة ومهمة بزاف، وهذا كيعطينا يعني نظرة دقيقة للأوضاع آنذاك وهذه العملية ديال التصدير. موراها مباشرة جا الجوع. إذا هذا القرار ما كانش قرار حكيم نهائيا، لأن المغرب تنعرفوا باللي بعض السنوات كتجي فيها يعني كتجي فيها الصبا مزيانه وكتكون الشتاء، وبعض السنوات ما كتكونش الشتاء. فاش ما جات الشتاء المغاربه ما لقاو ما ياكلوا، وكانت يعني كارثيه، كانت هذه السنه كارثيه بالنسبه للمغرب. موراها جات الشتاء عاوتاني وتم التصدير مره اخرى، وهذا كان مؤسف بزاف. وفي سنه 1776 بدا الجفاف ديال بصح، كانت سنه مزيانه ولكن جا الجراد وكلا كل شيء، كلا الشجر وكلا الورق ديال الشجر وكلا اي حاجه، وموراها بداو الناس كيسقطوا بداو الناس كيطيحوا بالجوع في مجموعه من المناطق. والمشكل هو ان السلطان ما بقاش عنده يعني ما عندوش شي خزان. شفنا في المجاعات السابقه باللي السلطان في فاس على الاقل ولا في مكناس كانوا كيكونوا عنده المطامر ديالو، كيكون عنده واحد الخزان يقدر ينظم به واحد الغوث للسكان وينقذهم في سنوات المجاعه.
فبالنسبه لمولاي عبد الله، كان مولاي محمد بن عبد الله كان كيصدر للخارج، وهذا كان قرار خاطئ بالنسبه لواحد البلاد اللي فيها يعني سنوات ديال الجفاف. موراها العام الاخر غادي يجي العام عاوتاني فيه يعني الجفاف، دام هذا الجفاف هذا وهذا النقص في التساقطات حوالي 6 سنين وماتوا فيها الناس بزاف. السفير الفرنسي كان كيكتب مذكرات شبه اسبوعيه لبلاده على المجاعه وعلى الفضيحه اللي وقع في المغرب، خصوصا بالنسبه للموتى وبالنسبه للحالات الانسانيه، اللي كان كيقول بلي في بعض الطرق كيلقاو عائلات كلها ميته بالجوع في الطريق، نزحوا من مناطق معينه باش يقلبوا على ما ياكلوا. سنه 1781 جا شويه، جا العام مزيان، تحت الشتاء في شهر 11، تحت الشتاء في شهر 12، زرعوا الناس، وشهر 2 شهر 3. ولكن المشكل هو ان من كثره المجاعه اللي دازت على الناس مشاو للحقول كياكلوا البواكر قبل ما تطيب، يعني الناس كانوا كياكلوا يعني الغله ديال الاشجار والحبوب وهي خضراء في الحقول، وهذا الاكل ديالهم لهاد المواد وهي خضراء سبب لهم واحد المرض في الجهاز الهضمي وقتل واحد العدد كثير ديال الناس، كما انه مات بزاف ديال الناس غير بسبب هاد السرقه هذه في الحقول، لان الناس في مناطق معينه في الشاويه وفي الدكاله وفي عبده كانوا كيحرسوا الحقول ديالهم بالرصاص، وكانوا كيتقاتلوا وكيقتلوا هاد الجزرد هذا ديال البشر اللي كيهجم لهم على الحقول ديالهم. كانت واحد السنوات اللي هي صعيبه على المغرب، واحد المجاعه اللي هي قاسيه، كتعطينا درس على التضامن المغربي، وكتعطينا درس كذلك على القيمة ديال الماء والقيمة ديال الثروات الزراعية ديال المغرب. حنا تقريبا كنواجهوا نفس السنة، عندنا الجفاف هذا العام، ولكن الظرفية تغيرات، كاين التصدير والاستيراد، الحمد لله المغرب كيستورد الحبوب من مناطق مختلفة، من أمريكا، من أوروبا إلى آخره، ولكن ديك الساعة ما كانش هذا الأمر هذا، وكان الناس كيموتوا بالجوع، وكان القمح والشعير هو المادة الأساسية للعيش ديال المغاربة. بالتالي كانت هذه المجاعة الكبيرة ديال 6 سنين سببت واحد النزيف ديموغرافي للمغرب، مات فيها بزاف ديال الناس، وكاع داكشي اللي بنى الأمير محمد بن عبد الله غادي يضربوا في الزيرو، والمغرب غادي يرجع له. أصدقائي المشاهدين، الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نتعرفوا على الوباء اللي ضرب المغرب في آخر القرن 18. ما تنساوش تشتركوا على القناة وتفاعلوا معنا إلى عجبكم هذا الفيديو. إلى اللقاء.